تحية طيبة نهديها لكم أعزائنا المشاهدين في كل مكان عبر قناة كويت سبورت من تلفزيون دولة الكويت، ويسعدنا أن نكون معكم في حلقة جديدة من برنامج ما بين السطور لتسليط الأضواء على جديد الصحافة الرياضية لهذا اليوم، سواء المحلية أو العربية أو العالمية. وقبل الدخول في صفحاتنا المحلية، دعونا نتوقف قليلا مع أبرز العناوين. نبدأ مع الرأي التي عنونت اتحاد الكرة يتوصل إلى تسوية مع مدربي المنتخب السابقين. وفي السياسة، أزرق اليد يستعين بخبرة نجيب. وفي الأنباء، رحالة كويتي يسجل إنجازا رياضيا في الصين. نبدأ جولتنا المحلية مع أبرز ما طالعتنا به صحيفة الرأي. اتحاد الكرة يتوصل إلى تسوية مع مدربي المنتخب السابقين. عقد الاتحاد الكويتي لكرة القدم اجتماعا مع المدربين الكرواتيين الأربعة الذين عملوا في الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة روميو جوزاك، وتوصل الاتحاد إلى تسوية لمستحقات المدربين الأربعة بالتراضي دون أن تتكلف الهيئة العامة للرياضة مبالغ مالية تذكر. ونفتح صحيفتنا الثانية وهي السياسة ونقرأ من خلالها: أزرق اليد يستعين بخبرة نجيب. ضم الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة اليد بقيادة الفرنسي ييريم سيلا لاعب المنتخب السابق ونادي القادسية الحالي عبد العزيز نجيب للعب مع الأزرق في التصفيات الأسيوية المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتي ستقام بالعاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 27 وحتى 27 من الشهر الجاري، حيث يلعب الأزرق ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية وإيران والبحرين. نواصل صحفنا المحلية ونقرأ أهم ما كتب في صحيفة الأنباء، حيث جاء فيها: رحالة كويتي يسجل إنجازا رياضيا في الصين. سجل الرحالة والدراج الكويتي عبد المحسن البغلي إنجازا رياضيا جديدا للكويت بعد أن قطع بدراجته النارية 11 ألف كيلو متر داخل الصين خلال 32 يوما، ليصبح أول دراج عالمي يقطع الصين من حدودها مع باكستان إلى حدودها مع نيبال. بعد الانتهاء من جولتنا المحلية لهذا اليوم، نذهب لفاصل قبل البدء باستطلاع الصحف العربية ومع أبرز العناوين. نبدأ مع الجزيرة السعودية: حزم الصمود يلحق الاتحاد بالنصر. وفي الراية القطرية: الصقر برشم يحلق بأغلى ميدالية عالمية. وفي الأيام البحرينية: البسيثين يحقق أغلى انتصار والرفاع يواصل الانهيار. أولى صحفنا العربية ستكون الجزيرة السعودية التي جاء فيها: حزم الصمود يلحق الاتحاد بالنصر. نجح الحزم في إيقاف انتصارات الاتحاد بالفوز عليه مساء أمس في ملعب الجوهرة بهدفين مقابل هدف، سجل الحزم فاغنر وإدريس فتوحي، بينما هدف الاتحاد جاء عن طريق كمارا. وفي الأحساء، خرج فريقا الفتح والرائد بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.
صحيفتنا الثانية ستكون الرأي القطري التي عنونت الصقر برشم يحلق بأغلى ميدالية عالمية. توج البطل القطري العالمي والأولمبي معتز برشم بالميدالية الذهبية لمسابقة الوتب العالي والتي أقيمت أمس ضمن منافسات بطولة العالم لألعاب القوى في الدوحة 2019 والتي تختتم غدا، واحتفظ برشم بلقبه كبطل للعالم في الوتب العالي والذي حققه في بطولة العالم الماضية في لندن عام 2017 ليتوج نفسه ملكا لهذه المسابقة. ثالث صحفنا العربية ستكون الأيام البحرينية التي جاء فيها لبسيتين يحقق أغلى انتصار والرفاع يواصل الانهيار. حقق لبسيتين فوزا مثيرا وغاليا على الرفاع حامل اللقب لدوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك حينما التقيا على استاد نادي المحرك في ختام منافسات الجولة الثالثة، ليفجر لبسيتين مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه في الوقت القاتل الذي زاد من جراحات السماوي وأصبح متذيل الترتيب خاويا من النقاط. صحفنا المحلية والعربية لهذا اليوم انتهت، فاصل ومن ثم نواصل مع الصحف العالمية وأبرز العناوين. نبدأ مع إكسبريس، كلوب ليستر لا يقل عن الستة الكبار. وفي الصن بوكوتينيو يقطع الشكوك حول مستقبله. وفي توتو سبورت مدرب الميلان يصدم البولندي بياتيك. وفي الماركة غيابات بالجملة في قائمة الملكية. وفي سبورت ريفالدو يحذر فالفيردي من الدفع بالبرغوث. حياكم الله ويسعدني أن أتواجد معي داخل استديو الزميل الناقد الرياضي والإعلامي زميلي محمد الصالح الحديث حول الصحافة العالمية وأخبارها. بداية أسعد الله مساك، سعيد بتواجدك من خلال برنامج ما بين السطور، إن شاء الله نستمتع معك بالحديث حول آخر أخبار الصحافة العالمية. حياك الله. أسعد مساك أخوي أبو معاذ، رحب فيك والسادة المشاهدين وقول يا هلا ومرحبا ويا هلا بعودتك مرة ثانية، ودائما متألق ومشرفنا داخل الكويت إعلاميا وخارج الكويت أيضا بتغطياتكم الجميلة والرائعة. العين ما تعلى الحاجة، أنت متألق دائما وإن شاء الله نستمتع معك بالحوار إن شاء الله من خلال الصحف العالمية. نستهل جولتنا العالمية من صحيفة إكسبريس وكان عنوانها كلوب ليستر لا يقل عن الستة الكبار. أثنى يورغن كلوب مدرب ليفربول على المدير الفني السابق للريدز بريندان روجرز وجهوده مع ليستر سيتي حاليا لتشكيل فريق رائع قادر على إنهاء هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن المربع الذهبي. وقال كلوب ليستر فريق تم تشكيله بشكل مثالي، أداء الفريق مذهل بالفعل حيث قدم اللاعبون كرة مثيرة وحيوية مع دفاع جيد. ليستر سيتي يشكل خطورة حقيقية في الهجمات المرتدة. وردا على سؤال عما إذا كان بإمكان ليستر العودة إلى رفع بطولة للأندية في أوروبا، قال كلوب يبدو لي الأمر كذلك بنسبة 100%، لا يوجد فارق مع الستة الكبار ربما باستثناء الاسم فقط. تصريح كلوب عن ليستر سيتي وعن مدرب ليستر سيتي خصوصا المواجهة ستجمع مع هذا الفريق، أكيد احنا دائما نلاحظ صراحة في تصريحات كلوب مع الفرق اللي يقابلها الإشادة والإشادة في الفريق والإشادة في المدرب، يعني تعليقك على هذا التصريح والتصاريح صراحة، هل هو ذكاء مدرب اليوم
حتى ما يستفز الفريق اللي امامه. ابو معاذ ملاحظتك دقيقه 100% عن تصريحات كلوب، وهذا كلام صحيح 100%. نعم. لكن اليوم بالذات في تصريحه عن ليستر سيتي فانا اتفق 100%. نعم. في تصريحه كامل 100%. اعطاه حقه، هذا حق ليستر. نعم. ليستر حاليا هو يشارك ليفربول في اقوى دفاع، وتكلم هذا عن هذا كلوب. كلوب صرح تصريح واقعي 100% بما يستحق ليستر، كانه ما في مواجهه بينهم. لو كان اتوقع كذلك ان لو ما في مواجهه بين ليفربول وليستر كلوب سيقول نفس الكلام. نعم. ان هذا واقع ليستر الحالي. صحيح. فعلا هو يشارك ليفربول في اقوى دفاع، هو في المركز الثالث. يعني لو نشوف المباراه حاليا بين الاول والثالث، نعم سبع لعبات، لكن من خلال السبع لعبات واداء السبع لعبات هذه ليستر خسر مباراه وحيده امام مانشستر يونايتد، تعادل مع تشيلسي وكان الافضل في المباراه بشكل واضح جدا بافضليته على تشيلسي، تفوق على توتنهام. نعم. اذا قابل من الفرق الكبيره. صحيح. لما كلوب يقول والله ما يفرق يعني الستة الكبار الا بالاسم، هو مش بالاسم. نعم. الاسم اصبح حاليا لا ليستر بطل. نعم. بطل بطل دوري. نعم. في قبل كثير من الستة. نعم. الكبار يعني الستة الكبار بعد ليستر ما في. نعم. كثير منهم ما اخذوا الدوري. صحيح. ليفربول ما اخذ الدوري بعد ليستر، مانشستر يونايتد ما اخذ الدوري بعد ليستر، ارسنال ما اخذ الدوري بعد ليستر، توتنهام ما اخذ الدوري بعد ليستر، هم فريقين اللي اخذوه تشيلسي. نعم. والسيتي فقط لا غير من بعد ليستر. نعم. ليستر سيتي حاليا يقدم كره جميله جدا. اعتقد جرس الانذار في المباراه الاخيره بفوزه 5-0 على نيوكاسل كان امر مخيف جدا لكل الفرق. فوز على توتنهام بمعنى انه هو قادر كلعب افضل من تشيلسي فهو قادر. نعم. خساره وحيده بتعادلين واربع فوز من فريق ليستر سيتي بهذا الشكل، لان والله ما شفنا احنا لاعبين نجوم دخلوا على ليستر سيتي علشان نقول والله ليستر سيتي ابرم صفقات كبيره او. نعم. دفع مبالغ كبيره علشان يوصل الى هذا المستوى، هو فقط في المدرب روجرز وظف. نعم. هذه الامور، وظف اللاعبين بشكل ممتاز. فاردي المهاجم حطم. نعم. ارقام، سجل ارقام جميله جدا، تفوق على اساطير في الدوري الانجليزي بارقامه بعدد مباريات اقل. نعم. هذا الامر بالنسبه حاليا تصريح كلوب هو واقعي 100% على فريق ليستر، لانه هو ما يستحق ليستر من خلال السبع مباريات التي قدمت حاليا. نعم. طبعا روجرز هو قادم الان من سيلتيك الاسكتلندي، يعني في ثلاث مواسم حقق سبع بطولات، منها دوري مرتين وثلاثه كاس الدوري، طبعا كاس الدوري الاسكتلندي وكاس اسكتلندا مرتين. كذلك يعني ابدا مع ليفربول. نعم. انا اتكلم على يعني الان عوده روجرز الى ليستر. ليستر يقدم مستويات يعني مميزه بالدوري المركز الثالث. ليفربول اكيد اليوم وهو دائما على ملعبه شرس للامانه ليفربول، لكن اليوم راح يكون حساب مختلف تماما عن المواجهات. يعني انا من وجهه نظري، لكن من وجهه نظرك هل اليوم المباراه توقعاتها صعبه؟ اكيد توقعاتها صعبه. وكذلك نرجع لليوم. نعم. ليفربول كلوب أضاف صفة لليفربول. نعم. رهيبة جدا، ثقافة الفوز أصبحت عالية جدا. بالضبط. جدا عند ليفربول. إحنا ليفربول ندري كلنا على أرضه أمر يعني فريق مخيف جدا. في الدوري سبع مباريات ليفربول فاز. نعم. أربعة خارج ملعبه. نعم. وثلاثة داخل ملعبه، بالتالي طالع سبعة من سبعة يعني علامة كاملة. خسارة وحيدة مع نابولي، فاز في الكأس وفاز في المباراة الثانية مع سالزبورغ النمساوي. ليفربول قادر على الفوز دائما، لكن راح يواجه خصم عنيد. نعم. خصم قوي جدا، خصم شرس جدا. اعتقد ان هذا الخصم مختلف بالنسبه لليفربول. لو ليفربول يلعب مع اي فريق. نعم. سواء كان كبير سواء كان فريق في الدوري الانجليزي، فعارفين شنو هو. اما تطور ليستر بهذا الشكل يجعل ليستر نوعا ما مبهم امام. نعم. ليفربول القوي جدا. اتوقع اليوم مباراه جميله صراحه، يعني ما راح تطوفنا ان شاء الله، نشوف هذه المباراه. نعم. ونستمتع فيها، كون الفريقين يقدمون مستويات عاليه جدا، وشيء جميل قبل لا انه والله نشوف في دروب لفريق. نعم. الفرق حاليا يتواجهون بمستوياتهم العاليه، تكون بالنسبه لنا كمشاهدين كمتابعين كمتذوقين لكره القدم افضل انها تكون مباراه في الوقت الحالي. وهذا ما يميز الدوري الانجليزي بغض النظر عن الاسماء، تشوف ممكن صاحب المركز الاخير ممكن يفوز على صاحب المركز نختلف الاول. نختلف هذه الجزئيات، لكن لا هي يعني انا اقصد ان الدوري الانجليزي دائما يعني في حلاوه، لكن ما اتكلم على يعني افضل ولا ما افضل، لكن نتكلم على مستوى دوري ومتعة. اعتقد جيده بالنسبه لفريق يلعب في البريمير ليج من افضل دوري افضل دوريات في العالم. فريق خسر 5-0 كذلك نفس المنوال، فريق خسر في الشامبيون 7-2 توتنهام. ما في بعض الحسابات ترهق عقلك بالتفكير. كل مباراه اكيد ظروفها، لكن ان شاء الله احنا موعودين مع مواجهه يعني ممتعه يستمتع فيها اكيد كل من يتابعها. وجاء عنوان صحيفه اصلا بوكيتينيو يقطع الشكوك حول مستقبله. قطع بوكيتينيو مدرب توتنهام هوتسبير الشكوك حول مستقبله مع الفريق، مبينا انه يتمنى البقاء في شمال لندن لسنوات عديدة مقبلة. وتجرع السبيرز مرارة هزيمة ثقيلة بسبعة أهداف مقابل هدفين على ملعبه أمام بايرن ميونخ الثلاثاء الماضي في دوري الأبطال، ولكن بوكيتينيو أكد أن الهزيمة ستجبره ولاعبيه على العمل بجدية أكبر لاستعادة أفضل شعور ممكن اليوم السبت
أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز. وأضاف: ظل السؤال عن مستقبلي يوجه لي بكل مؤتمر صحفي طيلة 5 سنوات ونصف على ما أعتقد، وأتمنى البقاء هنا 5 سنوات أخرى على الأقل. بوكاتينيو يعني حديثة في كل مؤتمر صحفي أسأل عن استمراري مع توتنهام أو انتقالي لفريق آخر، هذا دليل أن المدرب أصبح اسم كبير، الكل ينظر له بأنه ممكن ينتقل إلى نادي أكبر بالإنجازات من توتنهام. لكن هو مع توتنهام وصل نهائي تشامبيونز ليج، وصل نهائي أيضا الكأس. لكن هل تتوقع بقاء المدرب بوكاتينيو في ظل يعني خلينا نتكلم على السنوات الماضية التي قضاها مع فريق توتنهام؟ بوكاتينيو خل نقول جواب السؤال هذا راح نخليه في آخر الكلام. ممتاز. بوكاتينيو حاليا هو في وقت الحصاد. نعم. هو بنى فريق تعب عليه في سنوات، أصبح يعد في توتنهام ليكون توتنهام فريق قوي، فريق منافس. وفعلا لو أنا ليش أقول لك في وقت الحصاد؟ هو في الموسم الماضي وصل نهائي تشامبيونز ليج. صحيح. أصبح وصوله لتشامبيونز ليج أمر سهل في الدوري الإنجليزي، ما هو سهل بالدرجة. نعم. لكن تواجده بين الأربع الكبار أصبح أمر مفرغ منه، بدأ يحسب حساب توتنهام. بالسابق كنا نحسب حساب 4 فرق، أصبح توتنهام لا موجود، دخل يعني صاروا 5، توتنهام دخل سادس، حالياً توتنهام أصبح هو من الأربعة وليس من 5. نعم. المتوقع صحيح. حالياً لو نلاحظ تشيلسي، يونايتد، أرسنال هم أضعف من توتنهام حالياً كنظرة عامة، بغض النظر عن النتائج حالياً، لكن كمستوى فرق، كتقديم أداء خلال السنوات الأخيرة الماضية مع بوكاتينيو، توتنهام متفوق على هذه الفرق. حالياً توتنهام بوكاتينيو إقالته من عدمه هي ليست فقط 7-2 في مباراة بايرن ميونخ، لذلك خسارته من نيوكاسل 1-0. نيوكاسل مع كامل احترامي فريق ضعيف حالياً في الدوري الإنجليزي، ليس قوي على الأقل في بدايات السبع المباريات هذه. أما أنك تخسر منه 1-0 فأمر ما هو بالأمر الجيد. نعم توتنهام قابل السيتي، قابل خسر من ليستر كذلك 2-1. يعني توتنهام قاعد يحاول حالياً، بداياته نعم كانت ما هي جيدة، لذلك يسأل بوكاتينيو حالياً عن استمراره من عدمه. أتوقع استمرار بوكاتينيو هذا أمر طبيعي في الموسم الحالي، أنا أتكلم. نعم. الموسم القادم إذا كان بوكاتينيو حاط بباله أن فريق أو تارجت معين لفريق معين، يعني هو صرح من قبل أن أنا ما راح أدرب برشلونة كونه أنه هو لاعب. نعم. إسبانيول والندوة في هذه الأمور. نعم. لكن على سبيل المثال على عرض من مدريد على سبيل المثال، فهذه الأمور سابقة لأوانها، سابقة لكلامه. حاليا العرض فقط ليس فقط لتدريب الفريق، العرض بمغرياته باستقطاب لاعبين وغيره من هذا الكلام، وتوافق الإدارة مع المدرب ولاعبينه. فبالتالي الحديث عن إقالة بوكاتينيو أو رحيل بوكاتينيو أستبعده أبدا. نعم. حديثك يعني في الشق الأول يجرنا لسؤال، اللي هو طبعا حديثك حول أن الفريق تم بناءه، جاء وقت الحصاد، رغم الاستقرار الفني ورغم المجموعة القوية المميزة اللي يضمها توتنهام، لكن الفريق يعني تنقص بطولة، لكن ما هي الأسباب اللي إلى الآن لم يعني تجعل توتنهام يحقق بطولة على الأقل؟ شوف، بالتأكيد هو الفكر الإنجليزي دائما مسيطر على بعض الأمور. نعم. يعني بالتأكيد توتنهام هو موسم حصاد، يفترض أنه يحصد هذه البطولات، يفترض أنه يحصد على الأقل يسجل شيء في تاريخه. لكن حاليا إحنا قاعد نشوف توتنهام من هو النجم السوبر في توتنهام. نعم. نعم، في لاعبين جيدين جدا ممتازين لأي فريق وليس فقط توتنهام. أريكسون، ديلي علي لحد الآن ما دخل بالفورمة في هذا الموسم، سان، هاري كين، في لاعبين ممتازين جدا، توفر ايضا كثره اللاعبين. يعني لو نشوف احنا توتنهام عنده الدكه موازيه. نعم. لما هو داخل الملعب، هذا الامر يجعل توتنهام ينافس، لكن اللاعب السوبر، اللاعب القوي جدا، غير موجود داخل توتنهام. الانجليز يعتقدون ان هاري كين هو اسطوري في الهجوم وما الى اخره من هذا الكلام، هذا لا، ما هو بهذا. نعم. الشكل. احنا لما نشوف ان هاري كين نعم لاعب مبدع جدا وقاعد يقدم مستويات عاليه، لكن لو نشوف نجوم الفرق اللي قاعد تاخذ بطولات أو قاعد تحقق البطولات، من هم النجوم السوبر الموجودين؟ هل هم موجودين فعلا في توتنهام؟ تأكيد لا. لذلك توتنهام قد يحقق بطولة. نعم. لكن راح تكون بصعوبة قوية شوية. نعم. ما هي بسهالة أو بطريقة الفرق اللي تملك نجوم عالميين أو نجوم يحدثون الفارق في أي مباراة. على سبيل المثال مثل ما قلنا. نعم. أول مثل ما خسر من نيوكاسل، لو كان في نجم سوبر ممكن كان يخلص المباراة بروحه، ليس لاعب بروحه طبعا أكيد. نعم. بمساعدة زملاء اللاعبين، لكن هذا السوبر ممكن يخلق شيء من لا شيء، هذا غير موجود. عموما احنا اكيد يعني
بانتظار حصاد يعني لتوتنهام اكيد بعد نتائج مميزه، بعد بناء فريق، بعد جماعيه فريق ما كان فيها نجم سوبر لكن هناك جماعيه الفريق طبيعي. نتمنى لهم اكيد ان شاء الله التوفيق. ونذهب الى خبرنا الثالث والذي وكشفت صحيفه توتو سبورت عن مدرب الميلان يصدم البولندي بياتيك. يستعد فريق ميلان لمواجهه نظيره جنوا مساء اليوم السبت في إطار الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، ومن المتوقع أن تكون المباراة حاسمة بالنسبة لجيامباولي المدير الفني لميلان والذي يواجه خطر الإقالة في ظل سوء النتائج وتذبذب المستوى منذ بداية الموسم الجاري. وذكرت صحيفة توتو سبورت أن جيامباولي يستعد لإسقاط البولندي بياتيك مهاجم الروسونيري من التشكيلة الأساسية لمباراة جنوا، ولفتت إلى أن مدرب الميلان لم يقتنع بأداء بياتيك منذ بداية الموسم حتى الآن، حيث من المرجح أن يبدأ بالكرواتي ريبيتش كمهاجم ثاني خلف البرتغالي لياو. يبدو أن جاو باولي غير مقتنع بمهاجمة البولندي بياتيك، لكن بياتيك هو انتقل من الموسم الماضي في فترة انتقالات الشتوية سجل 9 أهداف مع الميلان، لكن هذا الموسم من بداية يعني الدوري الإيطالي سجل 2، ويبدو أن هناك يعني عدم اقتناع إلى الآن يعني بعطائه من خلال ملعب من قبل مدرب الفريق. هذا أمر للأثنين يحسب بالشكل السيء، سواء للمدرب أو للاعب نفسه. ليش؟ لأن ميلان لون شوف 6 مباريات 4 أهداف فقط لا غير، 4 أهداف يعني حتى ما في مباراة سجل هدفين. هذا ما يعني أن القوة الهجومية لميلان ضعيفة جدا، ما في مباراة سجل فيها أنت هدفين، عندك 6 مباريات أنت مسجل حتى أقل من مباراتك اللي لعبت فيها. بالتالي كل الأمور تشير إلى أن قوة ميلان الهجومية ضعيفة جدا. طيب ننتقل إلى المدرب، هذا بالنسبة للاعب. ننتقل إلى المدرب، المدرب نتائج غير جيدة أبدا، صحيح 4 خسائر في 6 مباريات، حاليا المركز التاسع على ما أعتقد، لا تحت أكثر بعد ممكن. فأنت حاليا عندك 4 خسائر. نعم. إضافة إلى هذا الطريقة الهجومية للمدرب ما تساعد المهاجم، صحيح هو عاد كل مدرب في باله يعتقد أن هذه الطريقة أنت مهاجم ممكن أنت تخلصني، ممكن صحيح. أنت تخلق لي فرصة، ممكن حسابات المدرب الفنية. نعم. هذه الأمور تجعل المدرب يرى لاعب بعين الغضب، لكن هل المدرب فعلا وظف الفريق لأنه يكون فريق هجومي واللاعب يقدر يسجل؟ تأكيد لا، يعني ما دليل نتائج ميلان. نعم. حتى نتائجها مش بس بالفوز والخسارة، نتائجها التهديفية أيضا كذلك، طريقة لعب ميلان، سوء نتائج ميلان ينعكس على المدرب. نعم. سوء الناحية التهديفية ينعكس على اللاعب، اللاعب قد يكون في طفرة من الطفرات. نعم. سجل حاليا واقف، هذا الأمر ما نوقف عليه حاليا لأن احنا تونا في 6 لعبات، ممكن في منتصف الموسم يبين هذا الأمر أكثر إذا تواجد، إذا ظل المدرب على وضعه وظل اللاعب على وضعه. نعم. لكن المدرب يمكن يبي يغير هذا الشيء، قد الخسائر أو النتائج. نعم. السيئة للمدرب تجعله أنه يغير هذا الفكر، إذا أصاب فسيكون نظرة المدرب جيدة، إذا لم يصف الخلل هو واضح أنه في المدرب، لكن سيؤكد ذلك أكثر إذا لم يصف في الفترة القادمة. بس واضح يعني من الخبر أنه في ضغوط على المدرب على سبب نتائج، يعني ترى ميلان إحنا من. نعم. 81 سنة. نعم. ما خسر 4 مباريات بأول 6 جولات، من 81 سنة نتكلم، يعني تتكلم عن كانت كرة القدم في ملعب تراب، صحيح يعني أنك تيجي تحقق هذا الرقم السيء في بدايتك مع ميلان، وكان متوقع. نعم. أن جيامباولي يسوي شيء مع ميلان في هذا الموسم أو أنه يضفي طريقة على الأقل. نعم. ما في لاعبين متوفرين بشكل مطلوب، لكن على أقل تقدير يعطي شكل لميلان. هذا الأمر كله مو موجود في أول 6 لعبات، خسائر. نعم. نتائج أيضا سيئة، لا شكل لا نتائج، ما في شيء تقدمه حاليا، فبالتأكيد بيصير ضغط كبير على المدرب. وأكيد جمهوره أكيد غاضب من الميلان وغيابه يعني السنوات الماضية، ويتمنى أكيد عودة الميلان لسابق عهده. وأبرزت صحيفة الماركا غيابات بالجملة في قائمة الملكي، أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قائمة الميرينجي لمواجهة غرناطة اليوم السبت على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن الجولة 8 لمنافسات الليغا. وشهدت القائمة عدم وجود أي ظهير أيسر في ظل إصابة مندي ومارسيلو وكذلك ناتشو هيرنانديز الذي كان المدرب يستعين به بهذا المركز، كما يغيب الحارس البلجيكي كورتوا بسبب المرض، بالإضافة إلى لوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيور.
ريال مدريد ويعني نتائج إلى الآن، لكن يعني إصابات صراحة عنده كثير من الإصابات اللي لاحظها في ريال مدريد. أمر غريب، ما هو غريب، أمر مريب أن أنت تتكلم في بداية الموسم، بداية الموسم هذه الإصابات. إحنا المفروض أنا معك نطرح هذا الأمر في شهر واحد، في شهر اثنين، في شهر ثلاثة، يعني حتى في شهر واحد راح تكون بدري شوية، لكن المفروض أن إحنا نطرح هذا الأمر في آخر الموسم. مو معقول ان احنا قاعد نتكلم في شهر بداية اكتوبر الموسم، واحنا قاعد نتكلم عن اصابات بالجمله في 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 ريال مدريد. هذا امر خطير جدا. هذا ما يعني ان الاعداد في البري سيزون في بدايه الموسم كان امر سيء جدا. كذلك الجهاز الطبي، ما يعني كيف يعني كيف كان اعداد اللاعبين، كيف كان الفحص الطبي لهم، هل ما يعني ما حد لاحظ هذه الامور، كيف ما تلاشيته او حاولت انك تعبر هذه الامور بالشكل المطلوب كجهاز طبي، كذلك كمدرب في تواصل بينك وبين الجهاز الطبي. كذلك تدري ان هذا اللاعب مصاب راجع من اصابه، الجاهزيه له بالنسبه له، التقارير الطبيه الموجوده، هو يتحمل الجهاز الطبي بشكل اكبر، يتحمل الاعداد بشكل اخر، يتحمل المدرب بشكل اقل نوعا ما، لكن الجميع يتحمل بالنهايه، لان مو معقول احنا قاعد نتكلم في بدايه اكتوبر وهذا اثر على النتائج. طبيعي طبيعي نتائج مدريد ما راح تكون مرضيه ولا راح تكون بالشكل المطلوب في كثره الاصابات هذه. اولا كثره الاصابات ما تخلي اللاعب يعطي 100% في الاداء. هذا امر طبيعي جدا. انت كمدرب مجبر انك تشرك اللاعب، لان كل اغلب اللاعبين مصابين او في مركز ما، ستكون عندك نقاط ضعف في الملعب وهذا امر طبيعي. في لاعب راح يغطي مكان صاحبه، لان هذا امر احنا ما نعيشه، اللاعبين يعيشونه، لانه هو عارف ان صاحبه مصاب او زميله اللي راح يكون مصاب، فلازم يغطي عنه، فالاداء بيجي عليه مجهود اكبر، قد يخطئ في مركزه وهلم جرى من هذه الامور، سواء كان في الدفاع، في الهجوم، في الوسط، فلذلك نتائج طبيعيه بانعكاسها السلبي على ريال مدريد. اكيد يعني الاصابات مقلقه صراحه في فريق الريال. تطرقت صحيفه سبورت الى ريفالدو وحذر فالفيردي من الدفعه بالبرغوث. لاعب النجم ليونيل ميسي 90 دقيقة كاملة لأول مرة هذا الموسم مع برشلونة الأربعاء الماضي، حين ساعد فريقه في العودة بالنتيجة والفوز على إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا، لكن ريفالدو مهاجم برشلونة السابق لا يرى ضرورة في التعجل بعودة ميسي. وقال ريفالدو: ليو لا يزال يتعافى من إصابة ويحاول استعادة إيقاعه، ولكنني كنت سعيدا حين رأيته يلعب مباراة كاملة ويضحي بنفسه من أجل الفريق، حتى لو بدأ بوضوح أنه غير جاهز بدنيا بنسبة 100%. وتابع ريفالدو: أهمية ميسي التي تجلت بالفوز على إنتر ميلان تعزز وجهة نظر الداعية للحفاظ على اللاعب بهذه المرحلة من مسيرته الكروية، وإلا يتواجد أمام إشبيلية غدا الأحد. حديث طبعا ريفالدو عن ميسي، يعني هناك يرى ان البارسا ضائع من دون ميسي رغم الصفقات التي ابرمها، لكن ايضا هل تتفق مع تصريح ريفالدو بخصوص ليونيل ميسي؟ لا اجاوبك شويه بالكويتي ابو معاذ. طبعا نتكلم يعني ريفالدو اكثر لاعب يمكن لعب وهو مصاب. انا ما اعيب على ريفالدو، ريفالدو كانت روحه قتاليه وهو ذكر هذا الامر، بس هو ذكر من خلال طبعا ذكر هذا الامر ان سعدت ب طبعا سعيد انه شاف ميسي، ايضا سعيد بمقالات ميسي ويعني على نفسه اكثر عشان يخدم الفريق، كذلك ريفالدو تضحية من اجل الفريق. يعني هذه صراحه روح عاليه جدا سواء كانت من ريفالدو او من ميسي، لكن كلامه صحيح 100%. لكن الواضح ان برشلونه نعم متذبذب من غير ميسي، مو برشلونه المتذبذب من غير ميسي، للاسف مدرب الفريق متذبذب من غير ميسي، مدرب الفريق ما هو قادر ينتشل الفريق رغم وجود نجوم كثيرين، رغم وجود لاعبين على قيمه عاليه بالفريق، مع ذلك من غير ميسي المدرب ضايع. شفنا غياب ميسي بفتره من الفترات، كان موجود نيمار وسواريز قادوا الفريق الى الصداره وفازوا في الكلاسيكو 4-0، امور كثيره. جريزمان موجود الان، جريزمان موجود، سواريز موجود، في تعاقدات، يعني في تعاقدات انا اتكلم عليها، لاعبين كثار. فبالتالي الفريق نعم متذبذب من غير ميسي بسبب المدرب، ان طريقه لعبه او تشكيلته او توظيفه للاعبين بوجود ميسي يعطيه دافع الاكبر، بعدم وجود ميسي واضح ان الفريق متذبذب. بالتالي المدرب مجبر انه هو يشرك ميسي ليحافظ على نفسه، ليحافظ على فريقه وادائه ونتائجه بالنهايه، وليحافظ على ادائه هو الشخصي بالنسبه له كمدرب. اما كلام ريفالدو هو صحيح، الحفاظ على ميسي خصوصا بالفتره الحاليه، واشار ريفالدو عمر ميسي ما يسمح الفتره في بدايه الموسم، فيفترض انه يرتاح اكثر، التعويض قادم في النهايه، لا نتسرع. يعني هذا كلام ريفالدو، انه لا نتسرع باشراك ميسي بالشكل المبالغ فيه هذا، واضح فعلا عدم جاهزيته في مباراه انتر ميلان. كلام ريفالدو اتفق معاه 100%، واتمنى تطبيق المدرب لكن مع ايجاد حلول من غير ميسي. نعم، جمهور برشلونه يدعي
ان الله شافي ميسي. المفروض جمهور الكره كله يدعي، لان صراحه ميسي متعه، يعني متعه للجميع يعني. اكيد متعه، لكن اكيد وصلنا للختام. اشكر ضيفي داخل الاستديو الناقد والاعلام الرياضي زميلي محمد صالح، شكرا لك. الشكر موصول لك ابو معاذ، واستمتعت جدا 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 بالحديث معك، والشكر ايضا للساده المشاهدين وطاقم العمل الرائع الجميل. نعم. الف شكر لكم. الشكر موصول لكم متابعينا الكرام، مع السلامه.